هاي من 2007 تقريبا 2008 ماكو فلوس لون محامي الى ما عنده فلوس محامي وكلون محامي ما عنده فلوس ما عنده اشهر واثمن ما سرق شنو بالحقيقه هذا لحد الان ما خلينا نعترف بشغله انه احنا ما عندنا سجل اثاري على كمبيوتر او على يعني من جو الامريكان واحد الفصول اللي ناقشناها بالكتاب لماذا ما عندنا احنا ارشيف الكتروني كان اكو حصار كمبيوترات ماكو اكو ورقي بس اللي صار ايضا دكتور اللي لاحظناه من نشوف الصور كأنه واحد داخل اللي دخلوا على الأماكن الإدارية ما لها علاقة بالمخازن وبقاعات المتحف دخلوا ومزقوا وحرقوا وكأنه يعني هذا أيضا ربما بقصدية لكي يضيع السجل من عنده هذه كل قطعة تدخل للمتحف العراقي هذه كلها بها أوراق وكارتات مثل هوية الأحوال المدنية مالتنا هذه كلها اختفت الآن المشكلة لكي نحصي ما صراحة هل هيئة الآثار عندها أشك لأنه ما قبلها ما عدها فكيف هم يعني هذا المخازن اليوم ندخل لها هل عندنا سجل بيها هسه العراق دولة منبع بالسرقة وين راحت هاي الآثار هذه الآثار وين راحت دكتور بصراحة يعني خلينا نكون واضحين يعني وبكل يعني من دون أي خلينا نقول نخلي موانع بالحوار مالتنا الاهتمام دائما الأثرياء والعوائل الأرستقراطية والمتمكنين وذولا يتبرعون بها المن الى المتاحف ويعرضوها لذلك من تدخل للقاعات راح تقول قاعه فلان هذا كذا هذا كذا هو بالحقيقه يشتريها بابخس الاثمان ويرجع شو يسوي يتبرع بها هذا التبرع بها ان كان الى مؤسسه ثقافيه او جامعه او كليه او مركز بحوث هو راح يستقطع من عوائد الربحيه كضريبه لذلك عندي احدى القصص اللي اشرت لها في البحوث في البحث مالي احدهم اقتنى 10,000 رقيم مسماري عراقي اشتراه ب50,000 صرح به إلى جامعة كورنيل وهو جوناثان روزن هذا عراقي؟ لا أمريكي هذا المقتني يعني سؤالك كان من الذي يقتنيها اشتراها ب50,000 صرح بها ب50,000 شنو دولار؟ دولار صرح بها ب950,000 للجامعة إذن هو حقق مو ربح مادي حقق استقطاع ضريبة قيمته $900,000 هاي أحد الدوافع اللي تخلي دول الناس هم مو فقط حبهم للثقافة وللإرث وللذاكرة ولهذا الموضوع هذا النبيل وإنما هو بالنسبة إلى طريقة لغسل الأموال مثل ما يشترون اللوحات والقطع الفنية ولهذا الآن عندنا قصص أخرى أقدر أذكرها انتقل الاهتمام من الغرب الكلاسيكي أوروبا أمريكا الخزن ما قام يتم التخزين بجنيف وبلندن وبروكسل هسه قام ينتقل وين إلى آسيا دبي وراح نذكرها في موضوع هوبي لوبي اللي تحدثنا به وعندي مقال به دبي صارت منطقة حرة ويتم بها التداول وهاي الشغلة بانكوك في تايلند أيضا طوكيو مانيلا الفلبين وطوكيو أكو جوع هائل عند اليابانيين للاقتناء لذلك لن إن شاء الله يعني بعمرنا 10 سنين اللخ ونسوي لقاء آخر راح تشوف الحوار راح يصير كله باتجاه الشرق أن هنالك مقتني ياباني وعائلة ثرية يابانية ومنطقة حرة يابانية أو تايلندية يتم تخزين ما سرق وربما ما خرج من الموصل ومن نينوى ومن سوريا لن يتجه إلى الغرب يتجه إلى الشرق ويخزن لعقد أو نصف ومن ثم يظهر بالأسواق أنت عندك إشارات إلى مزادات علنية نعم لبيع الآثار وين هاي المزادات؟ المزادات دكتور هذه إحدى الوسائل اللي يتم بها غسل الأثر يعني إحنا ما نقدر نقول إنه كل الآثار اللي يتم تداولها بالمزادات هذه هي مسروقة لكن أكو فد قانون طلع ب 1970 هذا القانون لازم نذكره ويعرف به المستمع الكريم هذا صدرته اليونسكو هذا يحرم الاتجار بالإرث الثقافي كل ما بعد 1970 ما قبله عفى الله عما سلف لذلك كل اللي يشتغلون بالتهري وبالهذا يحاول يصدر وثيقة يذكر بها أنه هاي قبل يعني يوم واحد قبل إصدار القرار على مود يكتسب شرعية في التداول في داخل المزاد المزاد ما يقدر يمس الأثر إذا بعد 1970 صادر مع العلم صدرت حالات وتم بها هذا الموضوع وثم تم مراجعة الأمر والاستحصال يعني بالمناسبة لا يسقط الحق بالتقادم
فقط في قانون الأودنوروا اللي صدر هذا يعطيك 50 سنة لك حق. دكتور تريد أستاذ تريد توصل نتيجة أنه دول الجوار لها دور، بعض دول الجوار لها دور بالنهر؟ أكيد هي محطات إقليمية دكتور. النقطة منين جت هاي بالأصل؟ يعني لو نجي نشوفها جت من عوائل كلها مخلفات الاستعمار والكولونيالية بالزمانات ذيك، وقام يشتغلون ناس وسطاء ما بين البرة وجوة، وقام يسوي محل مال أنتيكات، وصارت القضية عائلية. يعني صارت القضية الأحفاد قاموا يتاجرون بالموضوع، يعني مربح. صدرت بوقتها قانون قوانين آثار بوقت الاستعمار وتشكيل هذه الدول بالعشرينيات ثلاثينيات أربعينيات، تسهل الأمر الحيازة والكذا والكذا. بالعراق احنا صار عندنا القانون صارم، العوائل اللي عندنا محدودة، لذلك شوية وإعدام وهذا فابتعدوا. لذلك احنا بالعراق ما نلقي هاي اختفت، لكن نلقيها وين؟ بدول الجوار. لبنان مثلا على سبيل المثال، لبنان صارت في الحرب الأهلية بداية السبعينات الثمانينيات، لبنان صار محطة ولليوم عوائل بالتاجر والصدر، لأن أولا عنده مرافق وصارت كل كانتون إلى مرفق ويصدر به، وهي قضية مربحة فانتعشت. انتهت القضية، اليوم عندنا عوائل مثل عائلة أخو ذولا هشام أبو طعام وعلي أبو طعام مثلا، يعني ما تقدر تمسهم. دول حاولت ترفع عليهم دعاوي ما قدرت تمسهم، وذولا عندنا حتى بالعراق احنا عندهم دعاوي عليهم، لأنه محصن بترسانة محامين واستشارات قانونية ما نقدر نمسهم. طبعا المال يسوي بنا تحتية ويسوي حصانة ويسوي طبعا السلطة اللي يشتريها هذا بخمسين ألف ويسويها مليون، ترى أرباح مو قليلة دكتور. القحوف اللي احنا نسميها القحوف السحرية الأرمي، هذا عبارة عن إرث ثقافي عراقي بحت. شي يطلعون بالأوراق لقيناهم من يحطوها بالإنترنت ويحطوها بالمزادات وبقاعات الجاليريات مالتهم، يكتبون عليها طوس سحرية سورية من الهلال الخصيب من ميسوبوتاميا. ميسوبوتاميا اشتعني عندهم بالنسبة لهم سوريا، يجوز جنوب تركيا، يجوز العراق، حتى إيران زين باعتبار أن الآرامية متشبعة. وهي قحوف كان العراقيين مشهورين بها من زمانات من القرن الأول قبل الميلاد إلى حد دخول الإسلام القرن بس يبعدون اسم العراق، يتم بعد اسم العراق لأنكم حزمة قرارات. بس احنا اكتشفنا قصة عندنا بالكتاب حول هذا الأمر، أنه هذه القحوف طبعا هو قيمته من تشتري بالعراق ما يسوى 100 دولار يمكن زين، وعليه شنو رسمات كما تشاهد يعني مشاهد بالصورة نشوف رسمات وعليه طلاسم، وهذه اللي احنا بالعراق العرف الشعبي عندنا، هذا يعقد وهذا يزوج وهذا يخلف وهذا يموت وهذا يعيش وهذا يجي لها ولد وهذا يجي لها بنية، ويحطوها بعتبة الدار زين. شلون أم سبع عيون عندنا بهالتقصية، وهي تقصية قديمة، وبعدين صارت عندنا تحولت بالإسلام إلى الفضة ويكتبون عليها آيات قرآنية. يعني هي جت بالأصل من هاي. بالنهاية عذرا دكتور، شاهدنا هي اللي بالدولار قامت تنباع في أماكن معينة بالخارج بالألفين دولار تقريبا، ورا ما يجي أخصائي يقراها أكاديمي اللي هو المفروض ما يسويها تنعرض بألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف. إحداها عندي قصة مع شلومو موسايف اللي ذكرناه قبل شوية، هذا مهتم بها لأن يذكر بها تاريخ اليهود وبها آرامية قديمة اللي هي كتب بها التوراة، بالإضافة إلى مارتن شوين النرويجي. خسرنا هاي القضية بالألفين إحنا، وتم توجيه دعوات إلى الحكومة العراقية يا بتعالوا أخذوا غراضكم هذه، أرفعوا دعوة. لا لازم ترفع دعوة أنت هناك من قبل محامي من ذيك الدولة وتأخذها. ظل مارتن شوين محتفظ بالقحوف هذه في جامعة لندن، يدرسوها ويحللوها وينشروها إلى أن سلمت إلى، لأن الجانب العراقي ما رفع دعوة. ليش؟ لأن الجانب العراقي ما عنده فلوس يوكل محامي. أي سنة هاي؟ هاي من 2007 تقريبا 2008. ما فلوس محامي؟ إلى ما عنده فلوس محامي. يوكلون محامي ما عندهم فلوس. ما عندهم فلوس. 2007 2008 2009. فقصدي يعني من تيجي طبعا نعم أكيد أنا أتفق إنه ما يصير إحنا إذا ختم أسطواني سعره 100 دولار أو 1000 دولار نحط له محامي ساعة مالته 500 دولار أكيد هاي ما يصير. لكن أيضا بنفس الوقت لما تيجي كمية هذه مثلا القحوف اللي هسه صارت اللي بالنرويج الآن مجموعة مارتن شوين، وعندنا القضية اللي ذكرتها لحضرتك أو هذا أبو الألواح 10,000، هذا اللي لليوم اللي هي في جامعة كورنيل في نيويورك يتحججون يوميا، نريد نفخرها اليوم نريد نقراها باكر اسمحونا نقراها ونترجمها ونصدر بها كتاب بس لا تحاسبونا. يعني شون تلكؤ. ولليوم الحكومة العراقية 10,000 رقيم مسماري لليوم مرجعتها.